مساء الخير، أنا أبحث عن موظف. هذا الموظف يكون عنده خبرة، أفضل أن يكون جامعي وباحث عن عمل بحيث أن يستفيد بوظيفة، بتكون وظيفة. فهذا الشخص أباه يكون ظلي، وين أنا أروح يسير معي، وين أسافر يسافر معي، بشرط أن هذا الشخص يجيد التصوير الفيديو والمونتاج. راح أوفر له الأجهزة، أجهزة التصوير، أجهزة المونتاج، بيكون له مكتب عندي في الشركة. باختصار أبا الشخص هذا يكون ظلي، بشرط ما أريد يكون مبتدئ وإنما يكون محترف في مجال التصوير والمونتاج، وراح يكون له راتب ثابت راح نسجله إذا حب في القوى وزارة العمل، بحيث أنه يكون دوامه دوام ثابت براتب ثابت. من يشوف في نفس الكفاءة يتواصل معي على الخاص، يتواصل معي على الدايركت ويرسل لي في الخاص أن محمد باختصار أنا فلان فلان كذا، شهادتي كذا كذا، بعدين أنا بشوف مقاطعهم وأعمالهم اللي سووها سابقا ويباشر العمل فوراً.